السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل، وقفنا عند المسألة 29. بيقول الـ output زي ما انت شايفه كده بتاع AC generator، يعني ده اللي خارج من الدينامو. A light bulb with average power، يبقى دي الباور بتاعت اللمبة connected متوصلة مع الجنريتور ده. عايز الـ effective value بتاعت مين؟ بتاعت الـ potential difference اللي هي الـ EMF. الـ EMF effective، كأني مش شايف اللي قدامي ده، equal 0.707 الـ EMF max. طيب لو بصيت على الرسم هتلاقي الـ EMF max بكام، وده الـ actual value اللي في البيت فعلا، يبقى 0.707 times الـ EMF max اللي هي بكام، 311.13. تعال نحسب الكلام ده، يبقى 0.707 times 311.13. تطلع معايا برضو عشان الناس اللي عندها ضمير، تطلع 20.219.9 approximately، يبقى 220 فولت، يبقى 220 فولت. بعد كده عايز الماكسيمم كارنت، هو اداني الباور. الباور دي عبارة عن I effective في V effective. طيب انا الحمد لله حسبت الافكتيف هنا طلعت بكام، يبقى هنا هنقول 100 equal اللي هي الباور equal ال I effective معرفوش times 220. يا مستر هو بيقول لك الماكس، ما انا عشان اجيب الماكس هجيبه من الافكتيف، لو في حل تاني اقول اجيب الاول الافكتيف وبعدين اجيب منه الماكس. يبقى هنا هنعمل ديفايد 100 ديفايد 220، تطلع معايا 0.45. يبقى الـ I effective equal 0.45. كان في قانون بيربط الـ I effective equal 0.707 في الـ I max ده بـ 0.45 equal 0.707، والـ I max اللي أنا عايزه هنعمل ده 0.45 divide 0.707، تطلع معانا approximately الاي ماكس، تطلع معانا approximately بالرقم ده 0.64. نشوف المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده يا جماعة جراف. طيب هنا في جيفن، الجراف برضو بقى في جيفن، بيقول لي اي سي جنريتور، ادي الاريا نكتب عليها عشان تبقى جيفن معايا وما ننساهاش. ماجنتيك فلكس دينستي يبقى دي البي، اس كونستانت فريكوانسي اف. بيقول لي التيبل ده بيوضح الاي ام اف ماكس مع النمبر اوف تيرن، وطبعا تبقى عارف هيرسم ايه فين. درو جرافيكال ريليشن بتوين الان والاي ام اف ماكس، هتحط الاي ام اف ماكس فين، على الواي، عشان بس اركز، عشان في ناس بعد ما بترسم بيكتشف عشان هو مديني دي فوق ودي تحت، بيروح راسم دي على الواي ودي على الاكس. لا، هو عايز الاي ام اف ماكس على الواي والنمبر اوف تيرن اكيد على الاكس. تمام. طيب لما يجي لي جراف بعمل فيه ايه؟ طبعا بيبقى قدامي كراسة الجراف او ورقة الجراف بتاعتي، بحاول اخدها كلها من اولها لحد اخرها. طيب هنا هنرسم الـ EMF تكتب عليها، كل ده هتعمله في كراسة الجراف، وهنا هنرسم الـ N برضو تكتب عليها. طيب بص هنا الـ EMF ماشية ازاي، عشان ما تتوهش وتعرف هي ماشية ازاي اعمل ده
ماينس ده، وده ماينس ده، وده ماينس ده، ماشي، او وده ماينس ده. هتشوف الرقم اللي هيتكرر هنا اكتر حاجة هتلاقيها 2. 4 ماينس 2 ب 2، 8 ماينس 5 ب 3، دي مش موجودة. 16 ماينس، ما دي مش موجودة، دي 4. خلاص احنا انسب حاجة هنا ممكن نمشي 2 وممكن نمشي 4 وممكن نمشي من 1 ل 20، بس هتبقى طويلة قوي. ممكن نمشي هنا 2 4. وانس ان انت مشيت اول مربع ب2، كل المربعات هتمشيها 2، مالكش دعوة بالتيبل بقى بعد كده. التيبل بقى ناسي حاجات، كاتب 5، لان في ناس بتنقل التيبل زي ما هو. انت سيادتك ما تنقلش التيبل، ده اسمه جراف. يعني المفروض الارقام دي بترسمها في صفحة الجراف عشان تبقى الارقام دي كلها متساوية. يعني هنا 2 هنا 4 2 4 6، بالرغم ان مفيش 6، انا مالي، 8 وهكذا بقى لحد 8 10 12. لو لقيتها مش هتاخد، معلش امسح وزود كل مرة 4. في الحالة دي هتبقى هنا 4 وهنا هتبقى 8 وهنا هتبقى 12 وهكذا. بس خلينا نمشي زي دي كده، بتهيألي هي هتكفي. طب في بي غايبة هنا، الناس بتروح مفوتة رقم. لا مالكش، انت مالكش دعوة بالتيبل، انت التيبل هتعرف منه انت هتزود كل مرة كام. الحاجات دي هنستخدمها لما نرسم، مش واحنا بنعمل السكيل، ده اللي اسمه سكيل. طيب النمبر اوف تيرن بيتهيألي واضحة، نمشي هنا ايه، 10 20 30 40. هتعرف، عارف، عايز تعرف ليه انا زودت كل مرة 10؟ عملت ده ماينس ده، عملت ده ماينس ده، عملت ده ماينس ده، عملت ده. اكتر رقم اتكرر هنا كام؟ 20. يبقى ممكن برضو تمشي 20 40 60 وهكذا. لو لقيت ال number of columns هنا مش هيكفي، ممكن تمشي كده تخليها 20 40 اهو. اول مربع حطيت 20، يبقى تاني مربع على طول 40، ماليش دعوة بالتيبل بقى. ها 20 40 60 80 100، تمام. طب العشرة هتبقى فين؟ هتبقى هنا في النص ما بين الزيرو والعشرين. طيب انا عندي التن مع التو، هتبقى هنا كده. معلش بس نمسح نمسح دي، هي رسمة بس مش قد كده، بس يعني المتاح اهي. هتبقى دي البوينت دي، وبعد كده التوينتي مع الفور، ادي الفور وادي التوينتي، تبقى هنا كده. وبعد كده ايه مع فايف، معرفهاش. بعد كده فورتي مع ايت، ادي الايت وادي الفورتي، الايت سوري مع الفورتي، تبقى هنا كده، هتبقى البوينت دي. وتكمل بقى السكستي، مش عارف ارسمها، الايتي مع السكستين. طب السكستين ده جيبها ازاي؟ انت لو راسم كده، ادي التويلف بعدها هيبقى فورتين سكستين، وبعد كده هتلاقي الوان هندرد مع، وهيطلع معاك ستريت لاين. طبعا ده مش، يعني هو هيطلع ستريت لاين، مالكش دعوة باللي انا رسمه. طب انا عرفت منين انه هيطلع ستريت لاين؟ مش الـ EMF ماكس كانت ايكوال نباو؟ يعني الـ EMF هو number of turn دايركت. ومن هنا برضو هعلمك اول ما ترسم من غير ما تحل، انا لسه معرفش هو عايز ايه. خلينا نشوف، نعمل حاجة كده دايما بتعملها في اي جراف، من غير ما تبص في الحل لسه او تعرف هو عايز ايه، بتجيب السلوب. طب انا هجيبه مرتين، هجيبه مرتين ازاي؟
هتجيب السلوب تقسم الـ EMF على N. الـ EMF على N يطلع مين؟ بي اي اوميجا، بي اي اوميجا. وده يفسر هو ليه اداك الـ B والـ A، يبقى كده عايز مين؟ اوميجا. يبقى انت كده جبت السلوب من هنا، عملت ده ديفايد ده. ممكن تطلع السلوب كرقم ازاي؟ تاخد 2 بوينت، ادي بوينت وادي بوينت، تيجي على البوينت دي تسمي ده y1، وتيجي على البوينت دي هنا وتسميها y2، وتنزل بنفس البوينت تحت يبقى ده x1، وتنزل بيها تحت برضه يبقى ده x2، وتجيب السلوب y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1، وتطلع السلوب كرقم وتساوي ده بده ايا كان بقى. يعني هنا لو كان حاجة تانية، لو كان ده v وده i، هيبقى الاسلوب هنا r، هتساوي ال r بالرقم ده. وهرسمها ونشوفها مع بعض دلوقتي. اهو زي ما انت شايف كده التيبل ده، هنا ال EMF هنا ال EMF ماكس، مش عارف الكلام باين ولا مش باين، انا عن نفسي مش شايفه. هنا ال EMF ماكس، وهنا ال number of turn. اهو زي ما انت شايف كده. بص، اول مربع مشي 2، يبقى تاني مربع ماليش دعوة بالتيبل، خلاص التيبل مهمته انتهت. ايه ده؟ بيبقى منتظم، لازم يكون منتظم، لازم تكون المربعات قد بعضها في الارقام زي ما انت شايف كده. وهنا برضو 10 20 30 40 50، كل ده ملوش علاقة بالتيبل. انا التيبل عرفت منه هزود كام وهوصل لحد كام. طيب قلنا ورسمنا البوينت اهو، التو مع التن ماشي، وال التوينتي مع الفور، وبقيت البوينت اهي، ادي الايت، الايت كانت مع الفورتي، وكان في السكستين كانت مع كام؟ مع ايتي. دول اللي عرفت ارسمهم، والتوينتي مع الوان هندرد. لو في حاجة فيها ايه او بي او مش مكتوب الرقم، انا هعرفه ازاي؟ طيب رجع بعد كده قال لي عايز الاي والبي، الاي والبي. طيب تعالوا نرجع كده للمسألة. الاي كانت عند كام؟ الاي كان قصادها الناحية التانية 5. الاي كان قصادها كام؟ 5. كانت الاي ما في 5، والبي كان قصادها 60. طيب يبقى انت هتعمل ايه؟ سوري، انت حضرتك بكل بساطة هتيجي عند الفايف. تمام، فين الفايف بقى؟ اكيد بين الفور والسكس اهي. تيجي عند الفايف وتنزل وتمشي لحد ما تصد في اللاين اللي انت رسمه، وتنزل لتحت. دي بين التوينتي والثيرتي، يبقى اكيد دي كام؟ 25. يبقى الاي ايكوال 25، لانها في النص بالظبط ما بينهم. طيب والتانية كانت عند السكستي، يبقى تيجي عند السكستي وتفضل برضو طالع، معلش، ولحد ما تصد في الخط. هتلاقي هنا برضو تقريبا الاي، او هتلاقي بقى الاي او البي، يبقى اظبطهم انت. مش فاكر دي الاي ولا دي الاي، يبقى هنا دي هتطلع البي ب 12. كده انا جبت اول حاجة. وقلنا بعد كده قلنا هنقسم ده على ده، هيطلع ال EMF max على ال number of turn، هيطلع بيساوي BA omega. تمام، وقلنا هناخد 2 point، اي 2 point يعجبوك، وليكن دي ودي براحتك. هتيجي كده وتسمي دي y1 y2 سوري، وتيجي كده وتسمي دي y1، ونفس ال 2 point تنزل بيهم لتحت. في ناس بتعمل triangle برضو، صح؟ دي هتبقى x1 والبوينت دي هتبقى x2، وتجيب السلوب y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1، وتراعي ان انت لو في حاجة عاملها هنا كومن فاكتور او في حاجة المفروض تحولها تحولها. طيب y2 بكام؟ 16. y1
8. طيب وبعد كده x2 80، يبقى ده divide 80 divide 40 minus 40. طب لو في حد اختار نقطتين غير دول هيطلع معاه نفس الانسر بالظبط كده، لازم يطلع نفس الانسر. احسب دي بقى ونشوفها بكام. تعالى نشوف الحل اللي انا كنت كاتبه اهو. ال a 25 وال b ب 12، لما عجبنا السلوب يبقى ليه ام اف ماكس على ان، يبقى السلوب بيساوي باو، يعني بي في a في 2 باي اف، لانه في المطلوب التاني لو روحنا للمسألة، نرجع تاني للمسألة اهو، في المطلوب التاني طالب الفريكوانسي، طالب مين؟ الفريكوانسي. نرجع تاني للجراف. تمام خلاص، يبقى انا الحتة دي كده ده الاسلوب، بس بطريقة ايه؟ ان انا عملت واي على اكس. طيب وطريقة ان انا عملت 2 بوينت وجبت واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1، هيطلع معايا برقم، يبقى انا هساوي الرقم اللي هيطلع من السلوب بالرقم ده بالحتة دي. طيب هو اداني البي جيفن والاريا جيفن، يبقى طلع مين؟ الاف، والاف هيطلع معايا بكام؟ ب50. نصيحة، درب نفسك، ارسم كذا رسمة، ما تكسلش وما تبخلش على نفسك. الجراف بيجي سؤال الجراف ده لازم لازم اي امتحان بيجي فيه سؤال جراف، وسؤال مضمون لانها الستبس مفهومة. وانس ان انت رسمت بتاخد درجة بس، والستبس مضمونة. انت بتجيب السلوب بطريقة ان انت بتعمل الواي على الاكس ويطلع لك بقية القانون، بتساويه بالسلوب العادي، بتطلع اي، لازم هيكون في مطلوب من الحتة دي. وايه وبي حاجة تافهة يعني، انا بتهيألي ان ده سؤال مضمون، وفي ناس بتزهق عشان ما دربش ايده. لو دربت ايدك على الجراف طول السنة هتلاقي الموضوع سهل جدا.